الليلة حنحكي قصة حب لحكاية قلب أبطالها شروق ودكتور فود. اليوم بهالسهرة المناسبة ب 14 شباط واللي كل العشاق بيتجمعوا تيقولوا لبعض بحبك أو بحبك، اليوم أنتو أبطال هالقصة. شروق، أهلا وسهلا فيكي للمرة الثانية أنا وياكي، أهلا وسهلا، وأنا سعيد شكرا. جدا إنه عم نطل مع بعض على أكيد. ال تي في. وجور شكرا إنه لبيت دعوتنا، يعني طلعت روحي. حبيبي أختي، كلام شو خبروني، حاسين بأجواء الحب بعد زواج له فترة قصيرة؟ عايشين هالأجواء هالفايبس الحلوة بين بعض؟ صراحة الحب بيني وبين شروق هو عبارة عن ولد عمره يوم وعم يكبر معنا، حلو، فعم نربيه بطريقة حلوة، عم نغنجه وعم يكبر. شروق، بيعني لك عيد الحب بحد ذاته كمناسبة خاصة، أم عم تعيش الحب يومياً مع جورج؟ هلأ حقيقة ومش كلام مقابلات، أنا لا يعني لي هيدا النهار 14 شباط أي شيء، لأنه أنا يومياً بعيش حالة حب مع زوجي في بيتي. هي الحياة محبة، نو، إذا أنت بدك تعيشها طبعا صح، وهي طاقة إيجابية، سو الحب هو جزء أساسي من حياتي، ولا ما في يوم برتبط فيه الحب ويكون سبيشال خاص. حلو، لما قالت إنه الحياة محبة، والمحبة فعلياً بتعدي، يعني بتعدي أكثر من أي فيروس هلأ بعصر الفيروسات وهالقصص كلها، بس يكونوا في اثنين بيحبوا بعض وينشروا هالطاقة الإيجابية إن كان على السوشيال ميديا أو بالحياة اليومية، هالشي بيعدي الناس الباقيين تيحبوا بعض. ويمكن إحنا جورج بزمن ما كتير في محبة، أنت أكثر الأشخاص على علم بهذا الموضوع. لا أبدا، موجود المحبة والله. ما تغير شيء بحياتك بعد زواجك مشروع؟ بلا، مثل أول شيء صار في استقرار، فصار في consistent، في استمرارية، استمرارية، في نكهة خاصة شروق ضافتها على حياتي، ماني عارف كيف بدي أوصف لك إياها، بس بلا بدنا وصف. صراحة عم أحكيك إياها الأمور مثل ما هي، ضيفت هيك نكهة، قلت لك فيها اطمئنان وفيها استمرارية وشروق لبوة. حلو، شروق رمى الطابة لعندك. شو تغير بحياتك بعد هالزواج، بعد هالعلاقة اللي تكللت بالحب إذا بدك؟ صرت أركز أكثر، صرت حتى على الكونتنت تبعي، على نفسي، صار عندي أهداف مشتركة مع إنسان، صار في عندي طمأنينة، استقرار، سند كتير قوي بالحياة، و يا شخص بصحى كل يوم الصبح بتمنى إني أشوف وشه. أنا شوي حرتق بالحلقة. أوكي. يعني أنا بعرف إنه اثنين تكون أشخاص مؤثرين بالمجتمع، بالشباب، بالناس، وفي اشياء حلوه عم تقدموا لنا اياها بالمجتمع الافتراضي. اليوم بالحياه الحقيقيه بس تنزلوا على الارض، جورج انت وشروق، بتلاقي نفس المحبه اللي عم تشوفها على السوشيال ميديا اللي بيني وبين شروق من الناس؟ لانه انتم اشخاص مؤثرين، ما في حدا ينكر. يس، ولا اكثر من اكثر؟ ايه، لك شوف نزلي بين العالم حلوه كثير، لك الشهره حلوه انك اليوم تشوف محبه العالم قدامك تلمسها، أجمل من أنك تشوفها على السوشيال ميديا صراحة. يعني شو خبرينا كيف ولعت شرارة الحب؟ يعني كنت تشوفي لجورج على لا على السوشيال ميديا؟ أوكي، شفت جورج، كنت عارفة إنه هيدا هو حيكون شريكك بالحياة يوما ما؟ كنت تقوليها؟ أوكي، كنت ماخذ قرار إني ما عمري أرتبط حقيقة قبل ما أقابل جورج، بس لما التقيت في جورج في first time I saw him، هيدا شعور ما بحياته إجاني. اوكي، يو نو البترفلايز هدول اجوني، فحسيت صار هيك كثير والفراشات حواليك. اكزاكتلي، كيف اللي مغروم باول مره، وصار من اول من اول لقاء شروق صار في غرام، كان في كيمستري، مش غرام، كيمستري. انا مش سهل يكون في بيني وبين اي انسان كيمستري. هي الكيمستري، الكيمياء اللي بتخلق بينك وبين الشخص التاني من اول مره فجاه. ما هي انا سؤالي، ما في هذا بيجي بيقول لك انا اليوم عجبتني مع الوقت بشوف اذا بحبها، هذا بيكون كذاب. هذا خلص من اول مره، يا في اللي قالته شروق كيمستري، في شيء عيط لك وعيط لها، يا ما في شيء. اما اذا انت متكل بكره مع الوقت يصير في شيء، ما راح يصير في شيء، واذا اجى ولد ما راح يصير في شيء. فهذه العقليه اللي عندنا اياها. بس جورج بيناتنا، انت كمان كنت تشوف شروق على السوشيال ميديا؟ لا، بتعرف انها حتصير؟ ما كنت تتابعها قبل؟ لا ولا انا التقيت فيه قبلها بيوم، شفتها على السوشيال. انت مانك عامل فولو لشروق من قبل؟ لا ولا شروق عامله؟ لا، انا اليوم الاودينس، سوري، انا اليوم الاودينس تبعولي، او انا اليوم كيف بحضر، بحضر قصص خاصه جمهورك يعني. جمهور، مش جمهوري دقيقه. انا اليوم شو بقدم محتوى؟ هذا المحتوى لاني بحبه، بشوف محتوى بشابه، ف
فكل الفوريو عندي ما له علاقه بالميك اب وهيك و... انا بعمله هاي لاتشي ولا انا حسيت لا لا طبيعي نفس الشيء انا بعمل كل شيء بس الطبخ اللي هو بيعمله والمطاعم ما كان يفوت على بروفايلك ويشوف فيديوهات او صور لا انا في كندا هو في لبنان الفوريو تبعه كله لبنان الفوريو تبعي كله اجانب ما كنت سامع بشروق بلا اكيد سامع بس انا ما كنت سامع فيه لا حقيقه ليه بدي كذب شفته على الفوريو عندي قبلها بيوم بتركيا يور كول تفضل بس انا تواصلت معه ايه الحقيقه ما كان سامع فيك يا زلمه طيب انا بوقتها تعرفت عليها كنت بعدني اذا بدك منطلق جديد يعني انجا بيعرفوني بلبنان ايه خبروني عن اول لقاء وين كان وكيف كان وكان في تنشن ولا كان دغري لقاء سهل ظريف مريح مين بده يخبرنا هالديتيلز خلينا اسمع هو شو حيقول شو اول لقاء اول لقاء وين كان وكيف كان كنت ب كنت بتركيا بغش انا ب... لا كنت بتركيا فجاه فوت على الدايركت مسج بلاقي شروق سانشاين حكيتني قلت لي هاي كيفك انا بتركيا بدي اتواصل معك بدي اصور معك فيديو اه بدي اصور كان واضح لو سمحت هلا كان بروفيشنال عم تضرب لنا العادات الشرقيه تبعتنا احنا معودين انه الشاب موجود انا هذا بالعكس لا انا انت وين بدي اعمل خليني دقيقه هذا الشيء اللي عملته شروق خليني احترمه اكثر صراحه تواصلت معي وقالت لي بدي اعمل فيديو ورحنا والتقينا وهيك واللي صار اللي خبرتك اياه وعملنا فيديو واغرمتوا بجورج وقتها؟ لا بس كان في كيمستري دغري من اول لقاء؟ اي بس شو يعني كيمستري؟ في انجذاب انا ما برتاح لاي شخص انا مش سهل ابدا علي ارتاح لرجل انتبه مش سهل ابدا قلتشنا اياهم بكل انترفيو نو حقيقه حقيقه انا لليوم بعطي بس my full attention to my man I can't وهيدا الإنسان بس قعدت معه وقدرت أحكي معه وأخذ وأعطي معه ونضحك سوا ونصور فيديو كتير مهضوم ومش إنسان نسيته بعد ما خلصت تصوير الفيديو تبعي ضل مطبوع في ذاكرتي علم بحياتك جورج إيه فهيدا النهار وين حسيتي إنه أكثر شخص مناسب لألك بالحياة أعطيني attitude واحد أو موقف واحد عمله معك جورج قلتي فعليا هيدا الرجل يلي كنت انا عم دور عليه بعد ما كنت مقدربه عن الزواج بكل المواقف بدي موقف واحد حسيتي هيدا الرجل المطلوب كثير مواقف ومواقف كبيره كمان خايف تزعل بركي هذا المواقف هي باركينج لوت بس الشيء انه في كثير مواقف منها طلع في فيديو مره على السوشيال ميديا حتى اهلي وهلا رح يسمعوني من هالمقابله احترموا لهيدا الموقف لما قال لهم للهيترز تبعوني قديش انتوا بتحكوا على شروق كل ما بتحكوا اكثر بحبه اكثر يا لما شفت هيدا الفيديو انا ما كنت عارف انه حكي هيك في اللايف بس شفت هيدا الفيديو بكيت مان بكيت والله هو ما بيعرف حتى الماما اتصلت فيني قالت لي وي لاف هيم ماي فاميلي ذي لاف هيم يعني انا بعرف جورج انه مكتوب على باب الجنه ما في حما بتحب الكنه إن هلا اذا اهلا لشروق ديانين عنك شيء كثير مهم ولا لا اوكي ثانك يو هل قد جورج عائل وهادي بالبيت ولا اليوم قدام الكاميرا لابس ماسك وعامل هيدا الكاركتر نو جورج برج الجوزاء جورج كثير هادي وحنون نو ما بخوف كثير هادي وحنون بس اذا عصب جورج بصير عفوي كثير إذا عصب بيصير عفوي؟ يعني ممكن يحكي سب سب شيء. أو شيء ممكن أوه. ممكن بس صدقني ما بتكون من قلبه لأنه لما يروق ويهدى بصير يقول واو عشان الشروق كذا واحدة خي عندك زوجة متفهمة نحن اليوم إذا الزلمة بعيط على مرته أو بيسبها بتترك البيت وبتروح طول بالك أنت وين إيش خي ما جايب لي هالخبرية موجودة موجودة شبه هي موجودة ممنوع تطلع من البيت شو اللي ممنوع تطلع من البيت؟ شو تتركه وتفل؟ اليوم زعلت مني ممنوع تطلع من برات البيت جورج اليوم السلطة والتأثير للمرأة مش للرجل هذي عندك انت عندي لا مش عندي بالحياة اليوم هذي عندك انت وعند العالم انا عندي ما في منها يعني انت المسيطر بالبيت؟ مش موضوع مسيطر اليوم هي ربنا بيقول انه وقت بدك تكلل البنت انه بيقول لها هذا رأس البيت احترميه وقال لها انت طالعة متخصصة صح ولا لا؟ بلا حلو طشا يلا لا بدي ضل هون تقول لك ليش؟ اليوم شروق عم نسمع كثير على الاعلان بعض الاعلاميات بيقولوا انه هي اكثر مع موقف يكون الرجل سي سيد بالبيت هيدا تبع انا جيت على البيت عملي لي غدا انا بعمل لي عشاء غسلي لي تياب شلحيني التياب حضري لي الحمام بدي اذا المره بتحب الزلمه بتعمل له كل هول بتعمل لي اكثر من انا لما بزعل منه يعني ما بعمل سي سيد
بس لما تكون مبسوطه لا لا بدك تفوت بهذه الطريقه ما انا مسيطر بدي شوي. يمكن انت اللي كل قلته هي بتعمل قدهم اكثر منهم مليار مره بعد. وشروق اللي ما بيعرفها هي اكثر من 100 ستبات. هي ستبات شروق بتروقنا بتشربيني قهوتي بتغديني بتعشيني بتهتم بتيابي بتهتم بلبسي بتهتم بشغلي دايره حساباتي. شروق هلا هي البنك ايش وشروق بترد على التليفون اعطيني جواز احكي معه ولا ما بدنا نصور شوف خلاص. شروق شروق شوف يا شروق اعطيني جواز انا بفهمها بدي لك شغله. شروق هي اكيد ما بترد على التليفون كل العالم لانه انت بس كرام بس لانك كرام كرام لانه انت في تواصل منا اما نحن عندنا حدا بيرد على التليفونات بالشغل اما شروق لانه انت تواصلت هي بتعرفك الملك ردي فبدي لك شغله. انت شروق هي كشخص انا افسر لك عنه قطعت بعمره 33 سنة. أي شخص عمره 33 سنة عنده إكسبيرينس بحياته من وراء التفاصيل آخر شيء بوصل لمرحلة بيوعى. اليوم بيوعى كيف بيوعى هو كشخص وبيوعى كإداريا بقلب منزله كيف يدير عائلته بشكل صحيح. عنده رولز تبعوله وعنده أخباره بيجي بتفق أنا وياهم على أيام في أيام بنتفق أيام ما بنتفق وآخر شيء بنحط حاله ومنكمل ومنستمر. الشيء بيخليك تستمر بهذا الشيء هو الحب والاهتمام. أما الحب بلا اهتمام ما له معنى. عرف كيف بوك هذا اللي بيجي بيقول لك الحب بيجي يفوت من الشباك بيطلع هذا بكون ميقس مرته ومجننته. اما شروق انا اليوم شروق اللي بتشوفها على السوشيال ميديا وبتشوف كيف تحكي وكيف تتصرف هذا انا طالب منها تعمل هذا الشيء لانه نحن انفلونسر. اما اليوم هذا كاركتر عم تمسك. اما اليوم اللي قد الواقع شروق هي سدات. شروق هي تحمل مسؤوليه. ما في حدا ما عنده اخطاء بيتصرف بيتسرع كذا بس هذا ضمن حدود معينه لاستمرارية هذه العيلة وهذا الحب بيناتنا موجود. عم نفكر نجيب 200 ولد مش مية واحد. في شيء على الطريق شو هو؟ ببين بعد أسبوعين مهل. شو يا جورج؟ أنا قلت لك أنا الحمد لله أنا أكثر شخص ناطر يكون عندي ولد والحمد لله نحن ربنا الوجبات اللي عطونا إياها عملناها. شروق انطلاقا من كلام من جورج عم يحكي عن الاستمرارية بالزواج. نعم. للأسف بنسمع أكيد بحالات انفصال وطلاق عم تصير بوقتنا الحالي من وراء كتير قصص. برأيك الشخصي شو اللي بيضمن استمرارية العلاقة الزوجية بين اتنين بيحبوا بعض بس ظروف الحياة جدا عم تكون صعبة؟ هي التضحية. طرفين لازم يضحوا كرمال بعض احيانا. اه طبعا طلع انت اتنين مختلفين حطيتهم مع بعض في نفس البيت من بيئة مختلفة من عادات وتقاليد مختلفة مع بعضهم يتعلموا على بعض. حسيف في تنازع بس في تنازلات. مش غلط اذا الزوج تنازل او الزوجة تنازلت. كل واحد في مكانه بده يقدم شوية تضحيات هيك بتستمر. جورج مين ضحى أكتر؟ مين ضحى أكتر مع شروق؟ بهالعلاقة مع شروق مين ضحى أكتر؟ أنت أم شروق؟ بعتقد من ضمن مجاملة متساويين يعني. يعني إذا هي ضحت كرمالة أو أنا ضحت كرمالة لهدف معين كان متساوي هذا الشيء. من ميلة إطمئنية لألي ومن ميلة إطمئنية لألي بكل امانه يعني ما عم جاوبك جواب دبلوماسي. شفنا ثمره الزواج فيديوهات حلوه كتير بين بعض. في اكيد واضح انه في مجهود فردي من قبلك وفي مجهود كمان من قبل شروق لانه في شيء من التمثيل عم نشوفه بالفيديوهات وعم يوصل للناس بطريقه كتير حلوه. هالفكره المشتركه بين بعض لها علاقه لانه تزوجتوا ام انتم كنتوا حاطينها كبلان للبزنس تبعكم؟ لكن رح جاوبك عليها بطريقه هكي هيني. شروق بتشتغل بالميك اب وبالتياب وبالفاشن. ليك شوف شروق مش لانها مرته بس لانها خبرك اياها هي اقوى انفلونسر بالوطن العربي. واو. لاقول لك ليش شروق ما بتعمل محتوى بتطلع فايرل لانه شو بيقولوها الموهبه الله عطيها اياها. اما اي انفلونسر ثاني بيوع الصبح تيم تصوير برودكت انا كل شيء جلد كذا فيديو كل نهار للخمسة ستة المساء سبعة المساء. امبارح اي ساعه نزل فيديو تنتان بالليل انا قدرت خلص الفيديو لانه صورنا 32 ما عجبوني كبيت ورجعت غيرت. ونحن بنحترم المشاهد. انتبه انا ما بقدم اي مادي انا ما حبيته ما بعطيها للمشاهد مش لانه انا بدي ما في خدش اذا بدك الراي العام. شروق بتطلع بتقول لهم شروق مره مسكت هي برهنت لي هذا الشيء مره مسكت تليفون قالت لهم بحبكم مليونين مشاهده. شروق اذا فتحت الكاميرا لايف بيعبي عند الباص بس تفتحه وتحط الكاميرا على الحيط. مره كنا بمصر مر علي انا كنت بتواليت عم تعمل ميك اب فات على عندها 6000 واحد على لايف هي بس عم تعمل ميك اب بحكيش ما بس اتس اوكي بس ثابت اني اعمل ميك اب. هذه ما ننتبه هذه ما هي مش شافت حال ما بدها تبين قدام المشاهد انه هي شافت حال. هذه عباره عن محبه العالم. اما دكتور فو
بيوع الصبح مع فريق عمل وشغل ومصروف وتيم وبطيخ وبرم وركض ومحتوى كرمال انا ارضي هالمشاهد لاعمل لك هالدقيقه تحضرها، لانه العالم تعودت انه هذا دكتور فوت بيقدم لك ماده بلا. بيقدم لك شيء. اليوم شروق ما عمل لك اليوم بلاقيها هي اكثر شخص بالوطن العربي قادر مؤثر. بتعرف شو شغل؟ بتعرف شو انفلونسر خيال؟ هذا بيتعامل بالارقام، ما حدا ما بيتعامل بالارقام وما حدا ما بيراقب حدا. انا بحكيك الامور مثل ما هي، كله بيراقب كله. يعني ممكن انا تلاقيني اقعد بصفحتك كل النهار، ممكن انا الاقيك انت قاعد بصفحتك كل النهار وبقول لك هيك هيك ازاي. سو كل بدي اقول لك هي شغله وحده، الانفلونسر اللي هو بيشتغل نحن بيقعد كل النهار شروق متقو شروق اصلا كل النهار قعدت لي عضفيره وشو بدك تاكل حبيبه ايه انا مبسوطه صفحتها يعني ما بتطلع يا اخي بتطلع فيها انا اوكي انا بحكيك الحقيقه بتطلع فيها انا بقول لها يا اختي انت بكره ما بدك تعملي محتوى بتقول لي ايه ايه نهار تو على الصبح هلا بدي صباح الخير بحبكم عملت محتوى شو رايك ما هو ما هو سوري عم يعلق عليك جورج انا مش عم اوصل علي معناها جاي كمل مش عم اوصل علي يا مان انا اللي عم اجي اقول لك هلا ما انا اليوم عم اعمل هذا المحتوى كمان اوصل لعدد متابعين كبير تعب تتعب بمحتواك جورج اكزاكت بس كرمال شو اوصل لعدد متابعين ايه في تعب بس واضح بالفيديو شو بس بتعمل ضافيره بيشوفوها العالم يس ما بس بدي اقول لك شغله جورج بيتعب وانا بقدر كل انسان بيتعب لعمله انتبه بس اللي انا حاله الشهره وانت سالتني عنها في المقابله انا انشهرت بدون ما اطلب الشهره انا طلعت حكيت عملت دويت عملت شوي تحديات فيديوهات عملت غنية كله ضرب بس حقيقه نشكر ربنا لانه هاي نعمه انا بعرف الناس قد بتتعب لتوصل لها ربنا اعطاني اياها وما بقدم نفس المجهود بس بوصل لنفس التارجت اللي ممكن انسان يقعد طول اليوم لاخر النهار يعمل في فيديو ممكن انا اجيب حبه تفاح اعمل عليها فيديو بقول لهم بقول لهم شو بدك تعمل محتوى وبذكرني انه عندي بمسكش التليفون انا صايره اكره التليفون باي ذا واي يا اخي مره قلت لها شو بدي محتوى قلت لي بدي اشر ليموني قلت لها اشري يا صورتها جابت 3 مليون علي اي والله يعني انا لاشر ليموني هو يحضرها 100,000 لانه تلقائيا انا الاودينس اللي عندي تعود انه يحضر محتوى ويسيفه ويعمله فانا اذا اشرت له ليموني مين حيسيفه ما حدا حيسيفه جورج خلينا نكون غليظ شوي عم تستخف بجمهور شروق ابدا لا لا بتأشر ليموني بتجيب هالقد فيوز مش قصدي انت محتواك بتتعب عليه كتير اي بس هني ما قصدي دقيقه شوي جمهور شروق بيحب شروق ما بيحب الليمونه اي انا شو ما قدمت برودكت بيدي انا ما قلت لك ما تخافي على جورج بالاجوبه اجوبه ذكيه ومدروسه لا بس حقيقه لا لا لسه لسه انا البرودكت انا كشكل الماده اول المونتاج انا يلي عم يحبوا الناس مش برا برا انت مش المحتوى صبته هلا هو صابه قال لك انت ماده نحن الانفلونسر بنخلق ماده اكزاكتلي ذاتس ات صحيح في بعد مطرح ما اخذت للشروق عليه على الكره الارضيه كثير بعد كثير بدكم تروحوا معنا على جيم مهضومه انا وياكم المشاهدين يلا يلا على البارت الثاني يلا كملين سهره قصه حب جورج يمكن شروق مش عم تسمعني لانه هلا الجيم الاولى هي علي صوتك قد ما بتقدر تسمع شروق شو عم تقول وهي لعبه تنعرف قد ايه في بيناتكم كيمياء حقيقيه بين اثنين بيحبوا بعض حتقول لها الجمله من عندك وبالوما او بحركه شفاف او بحركه شفاف خفيفه يلا بلش بالجمله الاولى جورج يلا اوكي بحبك حب الارنبيط للكوسايه كلمه يا خيي قول اول كلمه بس جورج بدك تنوي صوتك شوي بنعرف حركه الشفاف بحبك حب الارنبيط غصب عنك الارنبيط ارنبيط عقربه ارنبيط عقربه كورن فلاور ارنبيط لا هاي ما عيد وحرك تمك هيك مع الكلمه عاو اوكي عاو اشو عاو نو اي مين او اي هيك ذاتس واي مين ارنبيط للكوسايه وكوسايه ايوه حبك حب ارنبيط وكوسايه هالجمله الثانيه جورج ما جورج عم تساعد كثير ما بلا إشارة جورج بدنا وما أوكي وما ما بحبك بلا إشارة ما بحبك لو بتموتي بتشنع بتموتي أيوة ما بحبك لو بتموتي جورج عم تمثل مش عم تقرأ الجملة هذا هو وينك
هو عم يقول لك ما بيحبك لو بتموتي ردي اشيل ولا خليها؟ لا خلي ما بيحبك جورج، ما بيحبك لو بتموتي. هو كاتب هيك المضروب مخه وانا شخصنا هو. انا مش فاهم شيء والله. يلا جورج بس بلا اشاره اوكي. والاغنيه لا بقى مع السيتويشن. حبك نار وقلبك جورج ما بقى وما مقلية بلاش احكي الكلمة اللي انا شفتها قلبي ماله. انا فهمت غير شيء. قول لي جايز جورج خرب الحلقة كلها. سيف جورج بدنا نعرف كيف افهم عليك بالوما. قلبي ماله نسيت دقيقة شوي. حبك نار وقلبك مقلية بغز مقلية مقلية بطعم يا اخي بغز قلبك بغز ما هي عم تقول لك قلبك شو يعني هيك ما بغز بغز اوكي مفتاح يا جورج سيارة بيض مبور مبور قلبك مبور وهي شروق كل يوم اوكي شو اخر كلمة؟ شروق كل يوم معك بالمطبخ على فكرة هيك بيحرك الا اياها بالكلام مقليه بغلي مقليه مقليه بليرة شو اي قلبه على الارض غاز اوكي وي لا في كيمياء قويه بيناتكم صراحه مبين تقلي بيض ايه بشوف مقليه بشوف مقلية 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 فراي بان خسين؟ لا ما بعرف شيل خليها تشيل عشان تعرف الجملة اوكي شيل اسمع الجملة شيل الهيدفون اوكي شو؟ مقلية مقلية مقلاية حبي مقلاية مقلاية هي مقلاية مقلاية شو يعني مقلاية؟ مش مقلية مظبوط بلا مقلاية وقلبي مقلاية هي حبك نار وقلبك مقلاية وقلبه مقلاية يعني هي عم تحرق لك قلبك حرق يا جورج اوكي ما بعرف يا اختي منها جايبيني خلينا نشوف عم تسمعينا هلا لحظة عم تسمع لحظة ركزة بس جورج عم تمثل جورج عم تعطيني تعليمات ولا عم جورج عم تمثل عم يمثل لك دور تمثيلي صار انا مش سمعتك حبك مقلاية وبيعمل لك بيض وهيك صار تمثيل انا بعرفش انه بحكي عن كتول ركزة اوكي تفضل ركزة قالت له اوكي ركزة شو هذا زيحي على اذا هو مش عارف يقراها انا بدي افهمها زيحي على الفاي على الفاي القشطه بتحم زيحي على الفاي اوكي يلا زيحي ها زيحي خشي 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 اوكي اشوف هذا على الفاي زيحي على الفاي سافر على الفاي على الكره الارضيه الفاي الفاي عزفت الفاي هو من نجي بهالكلمه هذا ما هي البخلوقة فلسطينية يا خيي ما علي بتعرف خيي عندهم فلسطين على الفاي يعني دار حركة الدار دار يا جورج حركة الشفاف عم ناخذ معها مش لكنه اوكي زيحي على الدار كلمة جورج اوكي الفي يعني فاير فاير ايه دفاية الفي دفي الفي الفي يا خي دفي اوكي نار القشطة قشطة قطشة قشطة قشة قشطة 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 ايه قشطة ايه بتحبي اكثر شيء انت قشطة بتحمض بتتحمم قشطة بتعرف ايه بتحمض مش حلوة بتحمض محمضة ما حبيتها محمضة محمصة محمضة حمضة اوكي تحت الشمس تحت الشمس برافو شاطر الا جملة بالاخير اوكي زيحي على الفي القشطة بتحمض تحت الشمس شيليها شيليها خليها تحذرها هي يا جورج اوكي لعند سليها زيحي على الفي القشطة بتحمض تحت الشمس تحت الشمس ايه قولي يا كلها ما بعرف شو كان اولها يعني ما قلنا ثلاث ساعات فيها معها نار اوكي زيحي خشي وقف زيحي ابعدي لا مزبوط زيحي ايه اوكي زيحي اوكي على الفي على الفاير ايه القشطة القشطة محمدة تحت الشمس هاي هي خلص تحت الشمس تحت الشمس ايه هي خلص
طيب يلا الجمله اللي بس هاي الجمله مش متناسقه شو معناها؟ طيب. شيلي الهيدفون ايه زيحي على الفاي القشطه بتحمض تحت الشمس عم يتغزل فيكي عم يتغزل فيكي هذا غزل بس هم بيتغزلوا فيه هيك زيحي هذا غزل بلدي يعني. زيحي شو على الفاي لانه القشطه بتحمض تحت الشمس انه انت قشطه اوكي اوكي لحظه موسيقى ما في موسيقى ايه اوكي اوكي في موسيقى يا بيب نو اي لاف يو اي لاف يو مور اوكي شاكيرا شاكيرا اوكي اي كرم ها كرم ولا او يا جوش كرم حلوم ولا مضروب مخه مضروب مخه اي دغري حظك لا انت مضروب ليش مخه ليش انتوا كاتبين هيك ليش صبتيه لهي الجمله ما فهمت يس انت بتفلف ايه ايضا لا لحظه الموسيقى مش قويه شروق شروق عم تسمعني ايه عم تسمعيني ما هيك؟ لا بس عم تحكي عم بسمع عم تسمعيني ولا لا؟ ما عم بسمعك عم بسمع شاكيرا عم تحكيني؟ أوكي. لا ابدا اوكي والله 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 بحبك بحبك يا لا يا شو يا شو يعني يا يا اوكي والله والله بحبك بحبك يا مجنونة بس شوي يا مجنونة يا مجنونة كمشونة مجنونة أيوة والله بحبك يا مجنونة والله بحبك يا مجنونة أيوة برافو عليك مرتي بس مرتي إلا جملة جديدة إلا جملة جديدة إنه هاي جملة جديدة ها جملة جديدة جملة جديدة أيوة تعالوا أوكي مرتي أنت ولا أنت مرتي مرتي أيوة حلوة حلوة ما بطلقها بغني لي اياها دائما خلصت خلصت يلا اللعبه الثانيه حتى نعرف مين منكم بيعمل هالقصص ومين لا نقسمها بيناتكم بين جوزي مرتي اوكي مين بيشخر اكثر بالبيت لا كنت نزلوها لل ايه مين بيشخر اكثر بالبيت تسمعي لجورج احيانا لما يكون تعبان كيف بيشخر جورج مين عنده فولوورز اكثر على السوشيال ميديا مين بيحب الثاني اكثر يلا ارفعي نحن الاثنين بنحب بعض يلا 1 2 3 مع بعض مين بيطبخ بالبيت اكثر لا انا فكر هلا لي انا لا انا بنسى لا اللي معك مرتي مين اكله ما بيتاكل بالبيت شو؟ لينيتكم أكلكم طيب؟ مين معه مصاري أكتر؟ قولي جوزي مين بنق أكتر بالبيت؟ مين بنق أكتر؟ طبعاً أكتر شي بتنق عليه شروق شو هو؟ ولا شي هيك بس عم بيقدرش يقول الله الله هيني عاطي قول الله خلق النسوان عندهم هيدي اديشنال يعني النق فطبيعي ما في مشكله شو يا شروق ايه انا بنق كثير صح مين بيصالح الثاني قبل لما يصير في زعل كيف بتصالحك شروق ما هي بكون مرق بالمشكله حسب المشكله لا انا بصالحك لما اكون غلطانه بس لما اكون غلطانه هو بصالحني مين قال بحبك اول مره لا بطيئه بطيئه ليش بطيئه انا قلت لك بحبك قبل ما بعرف بتحطني انا ليش اول شيء المعليه ما بعد طيب اوكي ما بعد صح أوكي. ما هو ما بتذكر يلا واحد اثنين ثلاثة مين قال بحبك اول مره غشش يا جورج غشش طيب لعبه ثانيه هي حافظك على الغايب اوكي حنكتب على البورد الجواب سؤال مشترك لاثنين وعلى ميني بورد حتكتبوا لنا الجواب اول سؤال ما طلعوا بعض قد ايه نمره اجره لجورج كتبت الجواب جورج؟ أنا نمرت لك بترجمنا هي الكاميرا أوكي بدنا جواب اثنين على الكاميرا يكون yeah. 46 يا جورج 45-46 أنا أقول بس 45-46 طيب سؤال التاني 46 أريح خان محي الجواب السؤال التاني أي شو لون عيونه لشروق؟ ما بعرف ما بدي اسال انا ما بدي اجاوب هذا السؤال مش معك يا كرم
ما اتفقنا عليه. 20 مليون عربي بدي اعرف لون عيونك. هلا ما بعطيك اياه سكوب في هيدي الحلقه يا كرم. بعتذر عن هيدا الاجابه. بدنا نعرف اذا بتعرف لون عيونك شو رؤى. طبعا بعرف. طبعا بعرف. ما فينا نحط الجواب؟ نو. خلي شيء ثاني. هذا شيء بيرجع لها لهيدا الموضوع ثاني. بدي اعمل براندنج. ايه. قد ايه طوله لجورج؟ اوه سؤال قوي هيدا. بتوقع انا. انا بدي جورج عم تفكر. Yeah, I think so. جورج متغش؟ لا انا ما بغش، انا كتبت قبله. اوكي. ما بعرف صح. في غلط سنتي واحد. والله ما عمرنا هو كتب 187. او جاد. يلا. توقعت. ايه. شو اطيب اكلي عند شروق؟ اوكي. شروق ما انا عارف. لا امبلا حكيتها حتى في فيديوهات. بس بعرفش إذا هو بعرف. سمك قال جورج. أنت قلتي فول بلبان؟ في أكلة اسمها فول بلبان؟ إحنا فلسطين نعملها. إيه بحبه. فول بلبان؟ أول مرة أسمع فيها. ما عمري من تمس. ولا العظيم ولا أنا. بس بحب السمك. إيه. شو بتحب السمك؟ كل يوم بدأت أكل سمك. نجدتي الفول بلبان هذا. شو اسمه فول بلبان؟ إيه. أوكي. شو الباسورد على تليفون جورج؟ أوكي. بعرف اكتب. انا مش حافظه. ولا انا بس بعرف اعمله وعمل. بس انا مش حافظه. اه بعرفه. اكيد انا بعرف. ما حتاخذوا الكاميرا بس انه بدنا نشوف اذا الجواب صح. استنى كيف مش حافظه يا جورج؟ مش حافظ باسورد الا تبولي هيك. مش حافظه شفهيا حافظه ايه عمليا. انا لاني لازم اتذكر كتبت الكيبورد فهو 1 4 7 8 5. في غلط. كيف مين صفر. مين صح؟ صفر. الصفر هو مزبوط. ما هو طلع غيري. هلا بس نفهمه. يلا اخر سؤال. ايه وحرين فيكم تجاوبوا. اوكي بس نعرف قد ايه فعليا الرقم صح. ايه كم مره بتحبوا بعض بالجمعه؟ كيف يعني شو كم مره بتحبوا بعض؟ كم مره بتمارسوا الحب بالجمعه؟ هذا أصدهن أصدهن شيء. يلا باليوم مثلا ما بعرف. أيام مرة بنهار وأيام لا بدي جواب على لا عن جدك جواب سؤال بدي جواب على جواب على البورد. بس إنه جواب على البورد يوميا يوميا. أول أي والله أنت دايب حيكون في 200 في 200 بيبي ولا لا حاول. جورج وشرو سهرة الحب ما بتكمل بدون عشاء خاصه بالحب. يس. هلا نحن عازمينكم على عشاء مميز من مطعم الياسمين بالبترو. جورج وشرو الكرة الأرضية اليوم عملناها على قياسنا. جربنا هيك نعمل عشاء خفيف ورومانسي جميل بمطعم الياسمين بالبترون ويكون شيء على ذوقكم. بس قبل ما نبلش بالوجبات الأساسية مثل ما حكينا بسياق الحلقة ضروري نعمل شوية مشاكل أو تنشن. تحت كل طبق من الأطباق الموجودة قدامكم في كارت عليه 3 أسئلة. نعم. بدنا نقرأ السؤال إذا فينا نجاوب عليه. ما نقرأ إذا ما حنجاوب. أوكي. بلش معك جورج. أول سؤال. أوكي. قصة حب. الزواج أنا شو لازم أسألي إيه؟ اسألنا السؤال أنت قوله وجاوبنا. أنا بجاوب. يس. الزواج المتأخر أفضل بكثير من الجواز غلط طبعا. هو هذا مركب بطريقة في غموض. الزواج المتأخر أفضل من الزواج الغلط. الزواج المتأخر أفضل من الزواج المتبكر أكيد. أما أفضل بكثير من الجواز الغلط. شو يعني؟ شو يعني ما؟ يعني إذا تزوج شخص بعمر شوي متقدم بالسن بس لقى الشريك المناسب لقله أفضل ما يكون زواج بكير وجاب أولاد بس كان زواج طبعًا. غلط؟ إيه طبعا طبعا بتوافق على هذا الشيء؟ بوافق لأنه أنا قطعت بجواز ما بعرف إذا متأخر بيقولوا مش عارف نحن جوازنا متأخر؟ هلا أنا بضيع بجوز عمر 16 سنة صح. نحن بعاداتنا الشرقية العربية في زواج مبكر بيكون. لك أنا بحكيك شخصياً عني صحيح. أنا ما جاوب الشخصي. أوكي شخصياً أنا شخص ما بكون مع يعني ما فيني أبني علاقة أنا وبنت صار لي يعني صراحة كثير ما بنيت العلاقة لأنه أنا حسمت الموضوع أنه اليوم أنا بدي أتجوز بدي يكون عن جد شخص عارف حالي شو عم أعمل
فهمان شو يعني جواز، فهمان شو يعني استقرار، فهمان شو يعني استمرارية، فهمان شو يعني هالتفاصيل كلها سوا، لا أخذت قرار إني أتجوز. أما قبل أي أكيد كان في عالم بحياتي، بس ما كنت ولا مرة أخذت القرار لأنه ما كان بوقت المناسب. وقتها أجت شروق حياتي اكتشفت أنه هذا الوقت المناسب وجوزت. شروق هي الشخص المناسب؟ طبعا. شروق أعطينا أول سؤال من عندك. الله يستر. شروق لازم تغازلي دكتور فود باللهجة السورية، تقبلني ابن عمي ولي على قامتي شو بحبك، تشكي القاسي وتطلع عقبري يا حق. كيف تغازلك شروق بالبيت جورج؟ هيدا غزل مكتوب، بس خبرنا عن الغزل الحقيقي، شو هي الكلمة الأساسية اللي بتقلك إياها شروق تتغازلك فيها؟ يا عليك يا عليك. هي عليك بتقطع كمان. أنا هي عندها حبات، هي عندها حبات للمتابعين، ويا عليك لألا. يا عليك يا جورج. بالفلسطيني. بس هي بتقولها برياكشن وبطريقة أنا كثير بحبها. أعطينا الرياكشن اللي طلبها جورج. ما بتطلع معي، هات أشوف. ما هي بتطلع معي عفوية عادة، هو بيقول لي هيديها، بقول له خلص. مصور. ياسمين بترول. ثانك يو شيف. ثانك يو شيف. صحة وأنا. شو هالبرزنتيشن الرائعة. ألف أهلا وسهلا فيك. شكرا. سو أنا بقول له مثلا لما ما بعرف كيف بدلع عليك، أنا ما بعرف. بالفلسطيني. نحن بندلع بعض بأكثر بالأفعال أكثر من الحكي يعني. بس يعني أنا بقول لك أنا شخص غير رومانسي، أنا ما بعرف هذه الرومانسية، بس يمكن رومانسيتي بكبها بطريقة التعامل أكثر من طريقة الكلام. طيب اعطينا سؤال تاني من عندك يا جورج. اوكي. حب نما حينما حينما على عيد حينما حب نما كده حينما 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 تكون انت بمزاج لممارسه الحب، ماذا يكون مزاج؟ طبعا مثل ما انا بدي. شو انت لما بتكون بمزاج ممارسه الحب كيف بيكون مزاج شروق؟ نفس الشيء. واذا كان مزاجها غير هيك بتقلب ثاني وبتصير مثل ما انا بدي. شو يا شروق؟ هلا ايه مزبوط. شو بحكي الصراحة بس دايما انه ايه. طيب سؤال تاني من عندك شو؟ اوكي. شو رأيك تروح معنا عند حكيم النسواني معنا؟ لا يخيب علي احلى. شو ردك على الناس اللي بتقول انه زواجك من دكتور فود زواج مصلحة؟ اول شيء نحن لحتى اعلنا زواجنا على السوشيال ميديا نفس اليوم اللي نحن تزوجنا فيه، نحن كنا نحكي مع بعض ومتفقين على الزواج من شيء تقريبا 6-7 شهور قبل، بس ما حكينا للعالم وما طلعنا على السوشيال ميديا تبع بعض، اعطينا شوي تعتيم على الموضوع. كان في حلقتك اول صح. مره قلنا هيدا حرقت الشيء. الخبر انا اكزاكتلي. شروق زعلت وتبعت لي فويسات، ما راح اعمل لك شير. سو نحن بدي لك شيء، نحن بنشتغل مع بعض حاليا كزوج وزوجي، ابدا في ما في مصلحه. ما بعرف ليه الناس عم بتقول هيك صراحه. لكن اوضح لك اياها، بس في نوع من المصلحه الايجابيه جورج. خليني اوضح لك معنى حاعطيك اياها مشان اكون انا فار بجوابي. انا موجود وعندي هالبلاتفورمز وهي نفس الشيء هي. خليني افكر، انت شروق وانا جورج، جيت قلت لك انت عندك 10 مليون وانا عندي هالخمسة مليون، تعال نخلق محتوى سوا، الاودينس تبعولك والاودينس تبعولي بيحضرونا بنفس المحتوى، هيك بنقوى اثنيناتنا قوي وحده. انت بتقبل ولا لا يا شروق؟ جاوبنا. انا بقبل. اوكي برافو شروق. هيك صار بالنهايه. بس هيك صار شو؟ لا نفس الشيء فكر فيها. بدي اقول لك شو صار. الزواج غير موضوع يعني، انا لما بتفكر ارتبط بشخص كامل. الزواج اللي انا قلت لك ما هو نحن عملنا ربطوكم الناس بزواج المصلحه جورج. انا نحن عملنا، نحن كيف انت مثلا طبيب وزوجتك طبيبه تعرفتوا في نفس المستشفى وكل واحد بيشتغل في مجال طبه، ولكن انتوا الدومين نفسه بجمعكم. هلا في بعض الفيديوهات على صفحته تظهر انا وهو فيها، ولكن في كونتنت له لحاله، في كونتنت مختلف عن المحتوى التقليدي. تمام التقليل. احنا بنشتغل في نفس الدومين في البيت، نحن زوج وزوجه جورج وشروق. خي اذا انت قاعد انت ومرتك في التليفون بصور انا ومين بصور انا وصانع ممنوع. شو؟ خير سؤال عندك. ما يروح تفكير غبي، ما راح له. يا ليك شو ولا ايه. اوكي. انجلينا جولي شاكيرا ليدي ديانا وكتار غيرهم تعرضوا للخيانة، كيف حتكون ردة فعلك اذا خانك جورج؟ جورج ما بيخوني. اذا هو سؤال افتراضي. شوف خليني جاوب. خلينا ناخذ جواب شروق. اوكي. اول شيء انا بقول لك يا جورج مش من النوعيه اللي بتخون. جورج اذا اجى قال لي انت قصرتي بواحد اثنين ثلاثه ديري بالك وزبطي كذا كذا، هو من هاي النوعيه من الرجال، ما عنده طبع الخيانه. الخيانه طبع
وليست نزوة. الخيانة داء. الخيانة هي طريق. يا أنت بتقطشها يا ما بتقطشها. أنا بعرف ستي كانت تقول يا مأمنة بالرجال مثل المي بالغربال. وما في رجال يا جورج ما بيخون جمالا. الخيانة مش دايما خيانة كاملة. في خيانة بالنظر، في خيانة بالكلام، كله مرة. في خيانة بقلة الوفا بتكون مرات بالعلاقة. أنا ما بعتبرهم هالخيانة دقيقة. خيانة هي خيانة. خيانة هي نوعا يا ممارسة الجنس يا بيعتك. يا إيش؟ يعني حدا بيعك. يعني بيعي. بيعي هي هي الخيانة جزءا. شو بدي يكون في غيرك؟ أنت الخيانة. خيانة ما بتكون بنظرة ولا بتطيعة ولا بقصص مقلة معنا. الخيانة يا أستاذ كرم ممكن تكون بنظرة، ممكن تكون بلفتة غلط. نظرة عن نظرة بتفرق، وهو عارف هيدا الشيء. ونحن حكينا بهاي المواضيع. شو بتعملي بس إذا خان؟ سؤال افتراضي. بيخسر شروق. مين بيخون شروق؟ ما حدا بيخون شروق، سواء زوج أو مين ما كان. أخذنا جواب. إلا وبنتهي من حياتها. بس فاكرين جايين هاي؟ هاي حقيقة. يعني أنا إذا هو خاني شو بدي فيه؟ هي أو أنا إذا خنته. الموضوع. إذا أنا خنتك يا جوج شو بدك فيني؟ انتهت العلاقة. انتهت. نحن وصلنا لختام هذه السهرة. أنا بدي أتشكرك جورج، بدي أتشكر شروق، بدي أتشكر كمان مطعم الياسمين، بدي أتشكر اللي قدموا لنا هالزينة الحلوة اللي هنا أروما فلاورز، عملوا لنا هالسهرة وكملوها معنا. دايما سهرة الحب بدها اثنين عشاء يتعشوا مع بعض. أنا بنسحب هلا من الحلقة والعشاء بيكون لألك أنت وشروق. لا أنا بدي أكتب معنا. خليك معنا تعشى معنا. تعشى سوا؟ إيه طبعا. يلا بعينك ما أوقعك.